اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من قنيطره. بالضبط حنا كنتواجدوا بحي ميموزا كيف ما شفتوا معنا في الالوان. سرقه احد ابناء المغرب اللي معروفه بالمغرب. نحن الان في حي ميموزا اللي تم محاوله سرقه ديال هذه البنكه اللي معروفه في المغرب كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل. تم تقتل جوج جيران لكن الحمد لله تدخل الامن في الفور في الوقت المناسب. والحمد لله السيد اللي كان ناوي انه يسرق ما سرق والو كيف ما تبلغنا وكيف ما سمعنا بهذا الخبر. فكيف ما كتلاحظوا معنا احنا الان كنتواجدوا بحي ميموزا متابعين الافاضل بمدينه قنيطره اللي كانت محاوله السرقه وتكسير الزجاج ديال هاد البنك معروفه في المغرب. لكن الحمد لله رجال الامن والحارس الخاص ديال البنكه اللي في الفور انه التحقوا والحمد لله ما وقعت شي سرقه بل كانت محاوله ديال السرقه فكانت فاشله. والشكر الخاص لرجال الامن جن. مرحبا مرة أخرى بكل المتابعين الأفاضل المتابعين قناة شوف تيفي قناة الشام. دائما معكم على البث المباشر من مدينة قنيطرة. إذا كيف ما شفتوا معنا في الألوان فكانت محاولة سرقة ديال أحد البنوك المعروفة بالمغرب. إذا كيف ما كتشاهدوا هي البنكة بحي ميموزا كتواجد اللي كانت تكون واحد المحاولة ديال السرقة لكن الحمد لله تمكنت رجال الامن انهم يسيطروا على الموقع في الوقت وكذلك الحارس الامن الخاص اللي الحمد لله اللي استطاع انه فعل الفور انه ذاك الموقف ودخل تدخل رجال الامن. لكن هذيك اللي كان ناوي انه يسرق فكان فقط كان يلا بدا في العمليه ديال السرقه لكن الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر الخاص لرجال الامن اللي تدخلوا في الفور. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب دائما معكم على البث المباشر من مدينه قنيطره بحي ميموزا. قبل اللحظات كانت تكون عمليه ديال السرقه ديال هذا البنك اللي تم التكسير ديال الزجاج ديالها لكن الحمد لله تدخل الحارس الخاص ديال البنكه وكذلك رجال الامن على الفور واللي استطاعوا انهم يدركوا الموقف. الحمد لله على الفور انه تم الحصول على هذا اللي كان باغي يقوم بهذه العمليه ديال السرقه. اذا كما كتلاحظوا معنا متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشعب دن دن تحية لرجال الأمن وكذلك تحية للحارس الخاص إلى هذه البنكة. واللي كانت محاولة هذه السرقة لكن الحمد لله صعب حوالي هذيك الساعة اللي كان غيقوم بها العملية هي تقريبا الساعة ما بين 9:30 ل 10. إذا دائما معكم متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب من أمام احد البنات المعروفه بالمغرب واللي كانت تتعرض لواحد عمليه السرقه واللي تم كسر الزجاج ديالها لكن الحمد لله الحارس الخاص وكذلك رجال الامن استطاعوا في نفس الوقت انهم يدركوا الموقف وجاو في المكان. نعم هذه اربع ساعات حوالي اربع ساعات تقريبا او ثلاث ساعات بالضبط.
يمكن هذه هي البنكه اللي كانت تكون هذه العمليه ديال او كانت تكون في السرقه، لكن الحمد لله الحارس الخاص اللي كيف ما كتلاحظوا معنا من سبب الافاضل اللي دائما معكم على البث المباشر من امام البنك اللي معروفه او اللي معروفه بالمغرب، اللي كانت تكون اليوم في واحد الحاله ديال انها تسرق، لكن الحمد لله الحارس الخاص اللي درك الموقف وجاو رجال الامن في البلاصه، والحمد لله انهم لم تتم العمليه السرقه. هي من طرف شخص ماشي من طرف اشخاص، شخص واحد يمكن يقوم بهذه العمليه. دائما معكم متابعين افاضل، متابعين قناه شفت في قناه الشاب، دائما معكم على البث المباشر كيف ما شفتوا معنا في العنوان، كيف ما كتلاحظوا معنا هذه البنك المعروفه احد البنك المغربيه بحي ميموزا اللي كانت تتم عمليه السرقه ديالها، لكن الحمد لله تم فقط تسجيل جوج غيرها، لكن الحمد لله دابا الموقف الحارس الخاص وكذلك رجال الامن والتحقوا في اي مكان. واللي جات في الشارع الرئيسي الشارع محمد الخامس اللي معروف، إذن كيفما كتلاحظو معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شفت في قناة الشاب، دائما معكم على البث المباشر من مدينة قنيطرة أمام أحد الأبناك المعروفة في المغرب واللي كانت تتم عملية السرقة اليوم ديالها، لكن الحمد لله الحارس الخاص وأيضا رجال الأمن مشكورين أنهم استطاعوا أنهم يجوا في أي مكان، الحمد لله يمكن عملية السرقة. تم تكسير الزجاج ديالها الباب الامامي اللي كيفما كتلاحظوا معنا. إذن كيفما تابعتم معنا متابعين الأفاضل، ما بقى إلا نقول لكم شكرا لكم على المتابعة، إلى قادمكم في رعاية الله وحده، نتلاقاو في لايف آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.